حلوانة أوراق ما نعرف لحد الآن. إحنا أهله ما جانا شيء ثبوتية من الحكومة، كل شيء ما أكو. وأنا راجعت يعني كثير راجعت، وأروح على مجلس المحافظة وأعطي فايلات، وكل شيء ما أكو، كل شيء ما أكو. هذي شيء أجيبه. من بعد ما حررونا، بعد ما حرروا ايه طلعوا صورته، ايه حكومة اخذتهم ايه وطلعوا صورهم.